يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت خلف من يصلي المغرب، في الركعة الثانية وأنا أريد أن أصلي العشاء مقصورة، فهل يجوز لي ذلك؟ لا، ما يجوز قصر صلاة العشاء خلف المغرب، لأن المغرب لا تقصر، أو يصلي خلف صلاة لا تقصر فلا يقصر هو. نعم، الذي يصلي العشاء خلف المغرب لا يقصر، أولا لأن صلاة المغرب لا تقصر لا في الحضر ولا في السفر، وثانيا أن الإمام إذا كان مقيما فإنه لا يجوز أن يقصر وراءه، من صلى خلف مقيم فإنه يتم الصلاة. نعم.